رحلة غير مسبوقة تمتد لحوالي 15,000 كيلومترا. بدأها يوسف الهواس وسليم غاندي، مغامران مغربيان. انطلقا من مدينة العيون في الصحراء المغربية صوب دبي بالإمارات العربية المتحدة، على متن دراجة هوائية رباعية العجلات تسير أيضا بالطاقة الشمسية. بدأ المغربيان رحلتهما الثلاثاء الماضي وسط احتفالات في العيون، على أمل الوصول شهر نوفمبر المقبل إلى الإمارات. هذه الأخيرة تحتضن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي COP28، وينتظر أن يعبر الدراجان عدة بلدان أوروبية وخليجية قبل الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة. يوسف الهواس ينحدر من مدينة طنجة، وهو مخترع ومصمم الدراجة رباعية العجلات والتي سماها ابن بطوطة.